اهلا، انا ملك، والنهارده هعمل كذا فكره عن اللانش بوكسز عشان احنا خلاص بقينا باك تو سكول، فيعني لازم يبقى فيه افكار كويسه. اول حاجه هنبتدي بيها تعتبر ان هي شويه صعبه لان هي في كذا طريقه ليها، بس دي تبقى طريقه كويسه واسهل، هي البانكيك. اول حاجه عشان اعمل باتر ميلك هحتاج ان انا ليمونه وكوبايه لبن، هعصر الليمونه عليها وهسيبه لحد ما يعمل تكتلات على وشها. ودلوقتي هفصل البياض عن الصفار. ازاي بقى؟ ان انا بجيب بيضه من فوق وبعمل كده اهو، واكسر البيضه وايدي هتبقى ارق حاجه عشان اعرف افصل بيها البياض عن الصفار كده اهو، واحاول ان افصله كويس وما الاقيش نقطه صفار نزلت. لو نقطه صفار نزلت ده هياثر على الخليط اللي احنا هنعمله هنا، واحطه الصفار في طبق تاني ونعمل نفس الحاجه مع البيضه التانيه. هبتدي بقى ان انا اجيب البيض اللي اتفصل واحط عليه فانيليا، ويكون نوع كويس من الفانيليا. لو ما فيش نستخدم الفانيليا هي باودر بس مش بتبقى مسكره، لان هي بتبقى انه مش كلها فانيليا، بتبقى مش كويسه. وهجيب الباتر ميلك اللي احنا عملناه، هنلاقي ان خلاص بدا يبقى فيه تكتلات اهي زي كانه رايب، وهقوم دلقاه على الصفار كله. الخطوة اللي جاية ان هي مهمة، لما في ناس هتقول ان مش هيبقى مهم ان احنا نبخر الدقيق، بس ده هيبقى مهم ان انا مش عايزة اعمل الدقيق المرة دي، مش عايزة يكون في تكتلات، فلازم ان انا اعمل كده اهو. هنا بقى معلقة البيكنج باودر ومعلقة البيكنج صودا هنحطها فوقيه، قلبه هو كده. اتاكدت خلاص ان هو بقى كويس ومفيش ولا تكتلات ولا اي حاجه ولا كور دي ولا اي حاجه. هبتدي ان انا ابعده عني، وهجيب البيض بقى اللي احنا ضربناه في اللي احنا فصلناه في الاول، واحط عليه فانيليا، معلقه فانيليا ورش كده الملح، يكونوا كويسين عشان يساعدوا لي البيض ان هو يتضرب كويس، واضرب على طول. اول ما الاقيه وصل من اللون الشفاف للون كده وبقى فيه رغاوي في الحته دي، هبتدي بقى ان انا ازود سكر عشان يقلب زي كانه معايا كريمه. كده اكون ضربت البياض لحد ما يطلع معايا كده اهو، طلع معايا كده اهو. هجيب هدلق حبه منه، هدلق حبه من البياض واللبن اللي احنا عملناه هنا، الصفار واللبن اللي احنا عملناه، ابتدي اقلب. بعد ما امدجه كويس واشوف ان خلاص لون الابيض اللي احنا كنا حاطينه في الاول ده راح وبقى لونه مدي على بيج، ده معناه ان احنا خلصنا. وعلى طاسه مسحه زبده ومحط عليها حبه بكل معلقه، واسيبها لحد ما تبتدي تطلع فقاقيع، وبعد كده اقلبها على وشها، تكون كده خلصت معانا. دلوقتي بعد ما خلصت الخليط بتاع البان كيك حطيته بمعلقه الطعم اللي احنا بناكل بيها عادي كبيره، حطيت منها حبة في الطاسة لحد ما استوت كده، نص لتر من اللبن، وهحط عليه بيضتين، بس المرة دي مش هفصل البيضتين، المرة دي هتأكد مبقاش فيه أي تكتلات ولا أي حاجة عشان ما تأثرش على العجين كده اهو.
بالشكل ده هحط في حاجة زي كده، حاجة تعرف تقلبها لي حبة كده اهو، واقعد ازود لحد ما املي البتاعة كلها. بس هكون مديها، لو انا مستخدمة طاسة نون ستيك بقى مش هتحتاج زبدة، لكن لو مش نون ستيك هتحتاج زبدة. وكده هعملها كده اهو لحد ما يتوزع، وعلى النار هلاقيها فجأة بدأت تنشف، هسيبها وهلاقي من هنا بدأت تطلع مع الزبدة، هتطلع زي فقاقيع كده، وهعرف اقلبها. دلوقتي بعد ما خلصناه خلاص، هو كده بعد ما طلع، بعد ما خلص استوى بقى كده اهو قطع رفيعة. القطع الرفيعة هنعمل ايه؟ هنجيبها بالشكل ده، هنطبقها كده اهو، نحط اي نوع صوص احنا عايزينه، وكده بقى الكريب بالشوكولاتة. هنا احنا حاطين معاه ايه بقى؟ حاطين تفاح وكيوي واناناس وعنب وخيار وجزر، عشان يعني تبقى حاجات زيت جنبيها حاجات حادقة برضو. الساندوتشات